احنا كده لايف، اهلا بيكي واهلا باحبابنا كلهم. احنا طالعين كده لايف بدري شوية، قلنا نبقى بالنهار نسليكوا يعني. واهلا بضيفتنا الجميلة شيماء، وكل سنة وهي طيبة. احنا خلاص رمضان على الابواب، واهلا بيكم. فاحنا نقدر واحنا نقدر نحقق حلمنا. شيماء اخبارك ايه؟ دكتورة شيماء اخبارك بقى، ايه يا دكتور؟ سعيدة اهلا جدا ان انا معاكي، سعيدة اخبارك. جدا ان انا معاكي، شرف كبير أنا ليا يا دكتور بشكرك والله. ليك يا جميلة. قولي لنا بقى، ايوه قولي لنا كده نبذة سريعة عنك يا جميلة. هو شيماء الفخراني، اخصائية صحة نفسية وباحث دكتوراه صحة نفسية، يعني وبرضه معالجة شعورية ومعالجة بالطاقة، و يعني شوية حاجات في بعضيهم كده، جميل. ومديرة أكاديمية السلام النفسي، وبرضو استشاري نفسي وأسري في UCB كندا. جميل قوي. انا بحاول اشير ايه على الجروبات كلها عشان تبقى الناس ايه معانا. قولي لنا يا شيماء، الكلام الايام دي بقى كتير قوي على مين اللي بيقدر يقوم بعملية العلاج النفسي. زي ما بيقولوا السوق بقى كتير والكلام بقى كتير، ايه الفرق ما بين الطبيب النفسي والاخصائي النفسي واخصائي الصحة النفسية؟ عايزين نفهم عشان الناس تفهم معانا اكتر. طيب تمام. هو أولا العلاج النفسي للأسف هو ثقافة لسه مش يعني ما أخدتش حقها، الحق المفروض في مجتمعنا للأسف، بس عامة والوعي كمان النفسي قليل جدا، والمساعدة النفسية اللي الإنسان ممكن يطلبها ممكن تكون في أماكن غلط. فعامة المعني بالعملية العلاجية بيبقى فريق كامل، مثلا بيترأسه مثلا الأخصائي النفسي. الأخصائي النفسي أو الصحة النفسية عامة بتبقى مسؤولية الأخصائي النفسي، الطبيب النفسي، المعالج النفسي أو الأخصائي النفسي. عندنا الأخصائي النفسي مثلا أو أخصائي الصحة النفسية ده بيبقى شرط أساسي إن هو ياخد ماجستير أو دكتوراه، وده بيبقى بيعمل المقاييس أو المقاييس النفسية اللي إحنا بنقيس عليها الاضطرابات النفسية. يعني مثلا أنا في الماجستير مثلا كان المفروض إن موكل ليا إن أنا أعمل مقياس مثلا للعلاج بالمعنى أو مقياس للمعنى الوجودي للحياة. أما بقى الطبيب النفسي ده بيبقى طبيب من كلية الطب، دارس الجهاز العصبي والمخ والخلايا والوظائف السيكولوجية للخلايا، ده بيكتب العلاج. يعني أما المعالج بقى النفسي أو الأخصائي النفسي ده بيبقى واخد آداب علم نفس، بيبقى واخد برضو دبلومات، قصدي دورات معينة، ومدرب في مستشفى عشان خاطر يقدر يمارس تكنيكات العلاج النفسي. كويس أوي. بس انما الاخصائي الصحه النفسيه بيبقى ممكن ان هو يشرف على الفريق كله. بيبقى هو أعلى يعني؟ هو مش حكايه اعلى، هو ليه الاحقيه ان هو يشرف او يشرف على الفريق. يشرف على يعني الفريق. طب يشرف إيه على أنواع الفريق، العلاجات مثلا النفسية؟ حاله جايه لي مثلا بعرف اذا كانت محتاجه علاج دوائي، مثلا توصل للعلاج الدوائي احولها للطبيب النفسي. حاله مثلا محتاجه علاج معرفي سلوكي بيبقى بيساعدني معايا الاخصائي النفسي اللي هو بيبقى مرخص من وزاره الصحه، بيبقى متدرب في مستشفى حكوميه. كويس قوي. طب ايه انواع العلاجات النفسيه وايه والله اشهرها؟ انواع كتيره، هي انواع كتيره. اصل انا بسال السؤال ده، انا عمال اسمع سلوك معرفي وعلاج بالطريقه العصبيه وعلاج بالطريقه الشعور، سامع حاجات كتيره وناس كتير متلخبطه، فعايزين نعرف، عايزين نفهم منك اكتر. هي يا دكتور انواع كتيره جدا، بس المعالج الشاطر اللي يقدر يشوف الحاله اللي قدامه محتاجه ايه ممكن يعمل تكنيكات مختلفه مع بعضيها لمدارس علاجيه مختلفه. عندنا مثلا السي بي تي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي، بيشتغل على الافكار وازاي يحول يصلح المعتقدات والافكار الخاطئه اللي هي مسببه اصلا، اللي بتعمل دروب في المشاعر، والدروب في المشاعر ده بيعمل تغير في السلوك، وتغير في السلوك ممكن يوصلنا لحاجه زي النفور الاجتماعي او
عدم التكيف الاجتماعي ده بيوصلنا للاضطرابات جميل النفسية. قوي. فالعلاج المعرفي السلوكي بيشتغل على المواضيع دي. عندنا الدي بي تي، العلاج الجدل السلوكي، عندنا العلاج بالقبول والالتزام، عندنا العلاج بالمعنى اللي هو كان موضوع رسالة الماجستير بتاعتي، كان بيتكلم على ازاي نبني قيم الإنسانية، قيم للإنسان بحيث ان هو يبقى إنسان سوي، يبقى قيم الخبراتية، القيم الإبداعية، القيم الاتجاهاتية، ازاي يبقى مواقفه واتجاهاته من الحياة شكلها ايه. فعندنا وعندنا العلاج الشعوري، العلاج الشعوري بتقنياته المختلفة، بالبيت، عندنا بتحرير المشاعر، عندنا برضو مؤخرا علاج بالطاقة والأنواع، كل التكنيكات اللي ظهر حديثا اللي أثبتت نجاحها فعلا مع حالات كتيرة جدا. وتقريبا بيبقى ليها حاجة زي مفعول السحر كده. أنا أصلا تعرفي على التكنيكات دي كانت ليه قصة غريبة جدا يا دكتور والله. يعني تفضل. أنا شغالة أكاديمي ودراستي كانت أكاديمية وشغالة في الأكاديمي، وكل اللي أعرفه السي بي تي والدي بي تي والتكنيكات دي، وإزاي بتساعد وإزاي بيبقى فيها جداول مثلا الرصد فيها مش عارفة إيه الحاجات دي، التكنيكات دي كلها. فجيت في مرة كان فيه كنت مع دكتور من جامعة عين شمس، هو معالج أساسا نفسي. فكان بيتكلم على إيه؟ كان هو بيتكلم مع دكتورة تانية عن العلاج بالطاقة وازاي الريكي بيبقى ليه تأثير ساحر على الناس، وازاي الحالات بتبقى مستغربة ازاي بتتطور وازاي بتتغير، وازاي يبقى عندهم شعور مثلا معين وفجأة يلاقوا نفسهم متحيدين، شعورهم متحيد ناحية المشكلة او الموضوع. فوقتها انا حصل لي حاجة شبه الانبهار كده، وازاي انا الحاجات دي كلها ما اعرفش عنها، ازاي العلاج الشعوري ما اعرفش عنه، ازاي العلاج بالطاقه ما اعرفش عنه. يعني مش كل حاجه مثلا متقننه اكاديميا تبقى هي بس اللي بتجيب نتيجه، لا ده في علاجات تانية جميله، وعلاجات تانية بتبقى واخده كمان من تكنيكات العلاج المعرفي السلوكي وتكنيكات العلاج الجدلي، وعامله ميكس كده مع علاج بالطاقه، فحاجات بتجيب نتيجه خرافيه يعني. وفعلا لما جربت، فعلا انا جربت بداية على نفسي ولقيت مفعول ساحر، وجربتها على حالات تانية ولقيت فعلا بقدر اساعد ناس من اول جلسة وتاني جلسة. فسبحان الله العلم ما لهوش نهاية. وده اللي بيخلينا نقول ان فعلا يعني الطبيب الناصح او المرشد النفسي الناصح اللي يفهم بالظبط الكلاينت اللي قدامه هو محتاج ايه. بالظبط يعني بالظبط هي دي فعلا تنصحي الاهالي بايه، ازاي يختاروا، ازاي يفهموا حالات اولادهم، تنصحيهم بايه بخبرتك؟ والله الأهالي مشكلة كبيرة جدا. يعني إحنا مشكلة زي ما قلنا الوعي النفسي، إحنا محتاجين في كل بيت يبقى عندنا وعي نفسي، محتاجين الأم نفسها تعالج نفسها علشان خاطر تقدر تربي صح. يعني إحنا مشكلتنا إن إحنا بنورث مركبات نفسية واضطرابات نفسية لأطفالنا، ونيجي في الآخر نشتكي أنا ابني مهيبر، أنا ابني سلوكه مش كويس، أنا ابني عصبي، أنا ابني. طب أنتِ شفتي أصلاً أنتِ بتتصرفي معاه إزاي أو بتتعاملي معاه إزاي؟ طب أنتِ شفتي أنتِ فيكي إيه؟ طب أنتِ صلحتي الدروبات اللي عندك؟ طب أنتِ شفتي مرحلة طفولتك كان فيها ترومات إيه وما اتعالجتش، وبالتالي قلبت معاكي لاضطرابات نفسية خليتك ما أنتش سوية في التعامل مع أبنائك. فللأسف يعني احنا محتاجين يبقى عندنا وعي في بيوتنا، أسرتنا المفروض تتشكل صح، المفروض يبقى فيه تأهيل ما قبل الزواج، المفروض يكون فيه تأهيل نفسي للأب، يعني انت تأهيل نفسي بتتخيلي كده يا للأم. شيماء من وجهة نظرك ان موضوع تأهيل ما قبل الزواج ده كلنا الصراحة، وانا نفسي يعني لفترة قريبة جدا كان كل تفكيري الاكتر اللي هو جسمانيا، ان ما يكونوش فيه مشاكل اسرة يعني في وراثة وهكذا، الجسمانية ولكن فعلا في الفترة الأخيرة لقيت لا، ده التأهيل النفسي قبل الزواج حاجة مهمة. يا ريت بقى تأهيل احنا نفسي بس، لا ده عندنا تأهيل المجال ده واخد في علم النفس نعالج القديم قبل ما يدخلوا على الجديد. بالظبط بالظبط، في تأهيل ما قبل الزواج، فيه ازاي تتعامل ازاي تعرف الفرق، الاختلاف السيكولوجي بين الرجل والمرأة. احنا كلنا بالظبط. بنتعامل بإسقاط، كلنا بنتعامل على ان اللي قدامنا هيبقى بيحس بنفس الطريقة وبيتعامل بنفس الطريقة وعنده نفس الاعتقادات. لا احنا مختلفين، والجنس مختلف، والسيكولوجيا مختلفة، فلازم يبقى في تأهيل ما قبل الزواج علشان خاطر نقدر نحمي نفسنا من الضربات اللي بتحصل ومن التوقعات اللي هي دايما او غالبا بتخيب. ده حقيقي.
طيب، من الحالات اللي انت شفتيها وبخبرتك، اكتر حاجة الناس بتعاني منها في الفترة اللي احنا فيها دي، او زي ما عايزة اقول سؤال اخر، يعني فترة الكورونا دي فرقت مع الناس نفسيا؟ انت حاسة بكده ان العملية زادت اكتر، ولا الدنيا عاملة ازاي؟ والله ده فرقت على كل الأصعدة. يعني عندك مثلا على الصعيد الشخصي هتبص تلاقي في حالات كتير اكتئاب، حالات كتير أصلا الانطواء هي انطوائية أصلا، وكمان الظروف ساعدتها على الانطوائية أكثر وتقوقع حول الذات أكثر. هتلاقي حالات كتيرة مثلا قعدوا في بيوتهم، موضوع العمل والتوقف عن العمل غير النفسية، عدم الحركة غيرت النفسية. ده حقيقي. هتلاقي مشاكل في الأسرة نفسها بالتواجد الجنسين مع بعض، هتبص تلاقي فيه مع ده عدم ضربوا بعض الوعي، خلاص، ده دول هتلاقي حالات مشاكل الطلاق زادت دي شخصية. يعني. بالظبط لكن بالظبط، انا بتكلم هتلاقي على الأطفال الوضع النفسي فعلا زاد، انا حاسه بهذا، لان الكلاينت اللي بالظبط بيجيلي فعلا لا، في يعني حالات اكتئاب بدرجات مختلفه، توتر بحاجات مختلفة، لا جدا. في مشاكل فعلا نفسية زادت جامد يعني. يعني انتوا جدا سوقكم مشي يا دكتورة شيماء. ايه؟ السوق بتاعكم مشي بمناسبة اه الكورونا والله يعني. احنا السوق بتاعنا مشي. ما كان دكتورة هاجر دكتورتي معلمتي كانت بتتكلم بتقول احنا العصر الجاي احنا اللي هنشتغل، للاسف الناس قاعدة في البيت، للاسف الشديد قاعدة في البيت، والامراض النفسية وكل حاجة بيطفو على زيد السطح. الاطفال، ده السلوكيات، اضطرابات سلوكيه، انا بتجي لي حالات في الاكاديميه عندي، حالات اضطرابات سلوكيه مش معدوده. يعني انا عندي مثلا عندي مجال الاعاقات، عندي مجال الاعاقات كلها تقريبا اضطرابات سلوكيه، هي مش اعاقات بس كلها بسبب القعده في البيت وبسبب التوتر وبسبب الحاجات دي كلها. ده حقيقي. طب ننصح الأهالي بإيه في الفترة بتاعتنا دي من وجهة نظرك أنت كده؟ ما هو انا نصيحتي ان يبقى في وعي نفسي، نصيحتي ان انا ان احنا نشوف كل سبب، كل حاجه بيبقى ليها سبب وليها نتيجه. ما ينفعش تقولي مثلا انا طفلي ليه عامل كده او سلوكي عامل كده، يعني انت مش عارفه ان انت السبب، مش عارفه ان الاب السبب، مش طب هما عارفه ان فعلا مش سلوكك عارفين، طب معاه. هما فعلا لا حقيقي، لو بنفترض ان في طرف مش فاهم، ايه واجب الطرف الاخر بقى؟ انه ينتبه ويبدا يتجه فعلا للطبيب المعالج، ولا انه يقول لا يعني لا لا لا، ده بس عشان ده فتره وهتعدي يعني؟ هو ده اللي انا ملاحظاه، ان في والله ناس عندها المسؤولية تقع يا دكتور على الطرف صاحب الوعي الأعلى في كل حاجة، ده المسؤولية انا تقع متخيله عليه فعلا. فعلا، يعني سواء الطفل تقع او عليه سواء في اللي إنه هي الزوجه يقاوم الوضع، إنه يدور على بالظبط. مساعدة، إن هو نفسه يدور، إن هو يرفع من وعيه ويرفع من وعي الشريك ويرفع من الوعي النفسي في البيت نفسه وفي الأسرة نفسها وفي نظام التربية وفي طريقة التعامل. المسؤولية تقع على صاحب الوعي الأعلى للأسف. للأسف الشديد. للأسف عموما الشديد. يعني احنا استمتعنا كده باللقاء الخفيف البسيط الجميل ده، ما لكن بجد احنا لينا لقاءات اكيد اخرى تانية. أكيد يا دكتور. بناشد برضو من هنا يا جماعة، الموضوع الطبيب النفسي او المرشد النفسي او المرشد الاسري، كل الناس دي هي موجودة عشان تساعدنا كلنا، فريد كلنا بالضبط. نتشجع وناخد القرار في الوقت الصح، لان كل ما بنسوف وكل ما بنأخر في حالة ابننا او حالتنا احنا ممكن تزيد وتزداد سوء. بالظبط. فيا ريت ان الناس بجد فعلا، يعني موضوع الوعي ده حاجة كان مهمة جدا انت اتكلمتي عليها، ودمتم يا رب اصحاء وكل سنة وانتم طيبين. تحياتي لك يا دكتورة، وان شاء الله بالتوفيق ليكي وفي المركز بتاعك، ومتشكرين جدا، حبيبتي نشوفكم في حبيبتي حلقات اخرى كتيرة واحنا نقدر. سلام عليكم، كل سنة وانت طيب.